النجاة الروحية اللاجسدية Disembodied Survival. كثير من الفلاسفة في مختلف الثقافات وعبر العصور نظروا لفكرة النجاة الروحية اللاجسدية. من المهم أننا نشير إلى أن أي حجج ضد النظرية المثنوية بالضرورة هتعد حجج ضد فكرة النجاة اللاجسدية، وبالتبعية أي حجج لدعم فكرة المثنوية على الأقل هتفتح الباب أمام الاعتقاد في النجاة اللاجسدية، لأن من الجائز أننا نرفض فكرة النجاة اللاجسدية حتى تحت عباءة النظرية المثنوية. وفي الواقع عدد كبير من فلاسفة المثنوية رفضوا الفكرة بالفعل. على أي حال، الحجة الرئيسية ضد فكرة النجاة اللاجسدية بجانب مجموعة الحجج الداعمة للنظرية المادية ماتيرياليزم هي حجة طورها الفيلسوف الإسكتلندي ديفيد هيوم في عمله المهم حوارات بخصوص الدين الطبيعي Dialogues Concerning Natural Religion اللي نشره سنة 1779، ودعمها عدد كبير من الفلاسفة التابعين له. الجدلية بسيطة ومن الممكن صياغتها كالآتي: واحد، العقل والمخ أو الجسد متصلين بصورة وثيقة بحيث أي تغير يطرأ على الأول يتبعه تغير في الأخير. اثنين، حيثما وجد شيئين مرتبطين ارتباط وثيق بتلك الطريقة لابد وأن نفترض في حال الدمار أو فناء أحدهما بالتبعية يفنى الآخر. ثلاثة، إذن لابد وأن نفترض أن العقل سيفنى في حالة فناء الجسد أو المخ. يبدو أن هيوم بيعد الحجة كاعتراض عام على فكرة النجاة بعد الموت. ما تستعجلش، مثلا من الممكن أن فرد مؤمن معتقد في البعث يتفق مع هيوم في أن العقل سيتم تدميره مع فناء الجسد أو المخ، لكنه هيصر أن عند البعث للجسد أو المخ هيتم أيضا بالتبعية بعث العقل للوجود في نفس اللحظة. أو فرد بيعتقد في فكرة تناسخ الأرواح هيتفق أن الروح لن توجد في مرحلة ما بين عملية التناسخ أو الانتقال لجسد جديد، لكن بمجرد الانتقال لمخ جديد سيتم انتقال الروح أيضا. بصورة أبسط، من الجائز أن وجود العقل أو الروح غير ممكن بدون المخ، إلا أنه لا يتطلب وجود نفس المخ اللي كانت الروح مرتبطة به في المقام الأول. العقل حيتم فنائه مع فناء المخ الأول، لكنه قد يعود مرة أخرى مع مخ جديد حاوي له. إذن يبدو أن الحجة بالتحديد بتنتقد فكرة النجاة اللاجسدية. لكن هل الحجة صحيحة في المقام الأول؟ الحجة متسقة منطقية، المعطى الأول لها مقبول بدليل أن المخدرات والكحوليات والتدمير الجزئي للمخ بيأثر على العقل، إذن يبدو أن في ارتباط وثيق بين الاثنين. لكن المعطى الثاني من الصعب قبوله بدون بعض التشكيك، لأن مش واضح ليه لابد أن نقبل فكرة فناء العقل مع فناء الجسد. صحيح أن في ارتباط وثيق بين الاثنين، لكن ليس معنى هذا أن وجود أحدهما لابد وأن يكون معتمد جوهريا على الآخر، ولكن من الممكن بالتأكيد أن تكون الارتباطات بين التغيرات في العقل والتغيرات في المخ مجرد نتائج ثانوية للارتباط المؤقت بينهم. مثلا لما بتقف قدام المراية في علاقة وثيقة إلى حد ما بين التغيرات في جسمك والتغيرات في صورة انعكاسك في المراية، لكن مش معنى كده أن تحطيم صورتك في المراية هيدمر الهيئة اللي بتعكسها. من الممكن الاعتراض على المثال ده بأن في عدد مهول من التغيرات اللي بتحدث داخل الجسم لا تحدث للصورة في المرآة، الأمر اللي بيجعلنا نتساءل عن وثاقة الصلة بين الجسم وانعكاسه في المرآة. في آلاف من التفاعلات الكيميائية بتحصل في جسمك كل جزء من الثانية وملهاش أي تأثير بالمرة على صورتك في المراية، لكن من الممكن أننا نعدل المثال ده ونستبدل المراية مثلا بجهاز أشعة قادر على رصد كل التفاعلات الجسدية. مرة تانية، تدمير الجهاز لن يكون له تأثير على جسمك. ده بالإضافة لا يوجد أي سبب للاعتقاد في أننا لن نكون قادرين على حفظ الصورة حتى في حالة تدمير الجسم. مثلا ممكن حفظها على وسيط تخزين واسترجاعها بعد فناء الجسم لوصف كامل لحالة الجسم الحيوية على شاشة ما. الأمثلة دي بكل تأكيد غير قادرة على نفي الفرضية التانية من الحجة، لأن الفرضية التانية ما بتقولش إنها حقيقة ضرورية إن الأشياء الوثيقة الارتباط تنعدم من الوجود في نفس الوقت،
لكن كل اللي بتقوله عندما نجد شيئين وثيقي الارتباط لابد أن نفترض أن وجود أحدهما هيعتمد على وجود الآخر. إذن هذه العلاقة غير محتملة ما لم يكن هناك نوع من الاعتماد الوجودي. لكن إيه الداعي للاعتقاد في أن هناك علاقة اعتماد وجودية بين العقل والمخ، خصوصا وإن لم نكن نعتقد في النظرية المادية؟ والأهم أننا بكل تأكيد ما نعرفش كتير عن الروح اللامادية، وإن كانت علاقتها الوثيقة بالمخ أو الجسد لابد وأن تكون اعتمادية وجودية، وبالتالي هيكون من الصعب علينا قبول المعطى التاني للجدلية اللي هيؤدي لفشلها. بكل تأكيد الحجة ستفشل في حالة تطبيقها على الروح، لكن الأمر قد يكون مختلف إن عبرنا عن الروح أو الجزء الغير مادي بالعقل، لأن العلم أصبح عنده فكرة أوضح بكتير عن العقل وعلاقته بالمخ اللي في أفضل مفاهيمنا المعرفية الحالية علاقة اعتمادية، لكن غير مؤكد إن كانت وجودية، أي إن كان وجود نفس المخ ضروري لوجود العقل أم لا. الأمر مازال محل البحث العلمي، وفي أكتر من مشروع علمي طموح بينشد نقل العقل إلى صورة جديدة من الحاويات العقلية، سواء كانت بيولوجية، صناعية، أو مزيج من الاتنين.